هذا سويتش قال له يا وسخدا قال هباين تي ديا وحاس بايدنا ايدنا هكن كجرتها هرجيس بور من روك باكو جرتها هرجيس بور من روك ريهابيليتيشن باكو جرتها ايدنا هلكن ودوين كله او نورث ويست نورث ويست وسومالي لاند ايغنا لغو سميري باكو جرا وحاكو جرا يعني مشاريع فربضان نوع عاسو كلا مغدشة باور باكو جرا انا بقرنا ايدو مغدشة باور لان سمير الكتريستي وشد وين ومن الكاد كتالي كوا لعجاي عم هذي بيه كم دعيت وحكيت المسيا لوك مركا أفريقيا اللي فلو بانك وحيا لها أيوم مالجلي ويل بانك ويسوون هالكم وحكي على مشاريع فربضن أو أي جناة محوها لعج بانك الله دقيا لسينة يبيرها يجون بكوشران لعج إندستري لسينة بكوشران وش ذا هيرير لعج بدن أو ودوي كلو سميني أي كوشران سبلمنتري روز بكوشران تعلين تسرى كجرتا هاي 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 وي با كجرا هاي وي ما درت الصومالي لا داي هاي وي يا كجرا انا وودوين كو كو دسريا وها كجرا ترانس جوبا لايف ستوك بروجكت با كجرا او يسون خولها هور لو مري دور مشروع خولها با كجرا نورث ويست صومالي لاند با كجرا صومالي لاند مكا اغريكلتشر ديفلوبمنت بروجكت با كجرا مشاريع فربدان فربدان oo mid walba intuu ahaa iyo marka la qaatay dheedkoodi baa halku yaala intuu aba halkan ku taala marka waxaan marka idin ku soo gabagabeynaya wax walow waa la idin ku leeyayba mashruuc wax la wal haya mashruuc yuu ku baxay wal haya wax halkan mar dambe la qaatayna ma jiraan waa wax bariyo hore la qaatay marka lacagta la inagu leeyahay iyo cidda inagu leh iyo intay tahay waa idin sheegay يا أنت هاي تبغى ديشة بيت القصيد كمرجع وحويه لعجاس وحيد دونام با هكوب بحانه وحد ديار لو يهلا نقدر دافو تاسان دذالك وين بريان وجرني سادوكتين سد حديث سنة ضاين صور دافو وحافلا يا إن بقول كي بتو دوات هذا أنا كبر نين وقت هي جا إنجليني دين تلنا نقدر دافو سبب تندور دين تلنا نقدر دافو أنا نسل فهمني حوايان دين هدي اللي قولي هاي أدونك اللي مفل قلي كرتيد دين هدي اللي قولي هاي حتى قفك برايفت كاها يساقو كلي دي دورين ووطنك ما القشره ما القشره يعني دين بقى اللي قولي هاي وحللي هاي لقو مكال صوران كرو بقى اللي هاي تيو هرادس كبي حيوي دي بقى اللي قولي هاي يا مركا وارين الله يسلقرتاي ووطنك هدي دين اللي قولي هاي ما لقو حرو أدونك يسلقرتاي أدون كان كميت نهاية كل دين عندما تشوف يا وحن لود ذلك يا لود ذلك وحلو الدنيا لو قبتنا ما هي تاي وين تعلينا وخرج هذا يا هدي لنا وخرج هذا وحقوق قبصوا ويا بس كيا تن تادي كلمة سد كلامه يرتها يا أدون كده لفلق شو وأنا أدونه محاصة مية ترى هذا أدونه محاصة مية هذا روح اللي يقوله إدب سمية إدب سمية أرض صوب ما يرد صوب ورد قوارض نظيفة صوبه يا والله وحلي لي هنا وحكلاهين أظن نضيف الصبح وياه وحونا سن صمي وحونا أكسنا بقى قاركين لا أذاك كور بالموت إله وحونا أكسنا أي قاركين دبعت الله الله أذاك والله سياسة ديني وحكلا لهم شيء يا مرض مالك لها كدوني أنا كل شيء جيا دين بالين يقولي يا هاي وحلود ذلك يا روان الدين اللي رجع فيه دبيت أنا كل حكتين ذلك المال قلي بالوحام وحان هاي نتي دي شيء جيا هذا رأيك ربوك وحانا هين عيد الشيء يساي إركاد روك وقته مركا تاسنا واتا مركا واحد يكوى الرمي مركا السكن إشيو أرين تدين عفينتو هالكا يمارا يسان دي كوى الرمي يا أرين آدي يا دولوين دولدن ولوين محمد عبد الله محمد فرماجي دولد ديسة ولوين وإن تير كابرت آين هوريا لنقهر قام وأدوك كلا وحا خيرات كلا السيو لنسيو أدوه شهر قرأيه أدوه وداغه يا إلا أنه هرقه هذا هو يكتير كان هر تاقن إلا أنه هرقه دويتنا أدوك لفلق له إنت هرقه لأنه حال المسيح ديغ نغطه لأن الدين ما قادن كرنه دين ما نقادن كرنه أبتايد نوم هينه وهان قعرونين أبي الدين بعد السوق مركا مركا وحا تايه وحيق مركا الدنيا دو وحا حير سارتي تضيو صوماليين هي أدل عتة أدون كي يحل صارت أدون كل لنا إسكيمي هي أدازي سميين يا أفرط النذيب سميين مركي أدوية وده قال لك سبحيس
in adduunka ay isku xidho in qoladii ka dhacda ilaan dowlad waliba lama macaamili karte ay iyagu wadada ku soo celiyaan. Waa dad adag weeye, anaa ku sheegaya, waa dad ashir la gasho aan quslayn. Nambaraa idinka dhexeeya kaftan ma jiro, nambaraa idinka dhexeeya ya nambarkaasi nambarka hadduu noqon waayo waa lagaa dareeriya ya. Waa arrin aynaan Soomaali shaqo kulahayn ya, anay shaqo kulahayn. Shaah baa la wada cabaya, waa la sheekeynayaa, ma jirto. Waxa weeye nambarkaas kaamaya maya, waa lagaa tegaya because beenaala taa lagu odhan ya. Marka inagu inagu dadka la mid a oo la maskaxa oo la maana inaan wax la qabsan kari weynu waa ayaan daro. Waxaan markaa ku dadaalay waxa weeye nambarkay sheegayaan inaan la garanno. Marka hore wax isla meel dhigno, maxaad ka hadlaysaan, waxaaya waxaaya waa makaasa kaama karanay waan karayna, waxay adduunyada kale adduunyada kale kartay ma karayno, maan odhan karayno. Adduunyada kale odhan waxay kartay ma karayno, ma odhan karayno. War waxaan yidhi bal adduunyada markii u horreysay la kulana waan yidhi adduunyada wadadan iminka aan soo gelino kusoo baydhayno inaan sunsunno, inaan sunsunno la naga rabo. Dalal kalea noogu horreeyey 76 wadanoo kale naga horreeyey, wadankii ugu fiicnaa waa kuma ya, ee inta ugu gaaban ku sameeyey, ee imtixaanada ugu adqaatay kasoo baxay waa kuma, waa kaasan yidhahay ka anaga nagu dherer kaa baan ku dhahno. Anaa kaa nagu dherere, kii baa lanagu dherereeye. Maanta xaqiiqadu waxay tahay wax weeye, xaqiiqadu waxay tahay wax weeye. Maanta 76 kaa wadana isu yimi, waa meelahaad ka akhriya doontaane Soomaaliya is number 1 ya. Maanta xaqiiqadu waxay tahay in laleeyahay Soomaaliya is number 1 ya. Dadkii halkaa soo maray IMF-kana sheegay iyagoo la hadlaya adduunyada, sheekh Soomaaliya number 1. Marka shirarkii, marka aan idin wado shirkii, shirarkii horaan idin ka warramay 3 biloodba, 2 biloodba, 6 biloodba shir baa jira. Shirkaa waxaa lagu qaadaa dhigaya marba kooriska aad qaadatay 3 bilood oo dambeeyey aad qaadatay yaa lagu lafaguraya. Kii noogu dambeeyey markaa, kii noogu dambeeyey inaa diinta lanaga dhaafo, kii noogu dambeeyey weyaan waxa weeyankii shahaadada weynaad ku qaadin lahayd Soomaa ya. Dhalinyaray markaa jaamacadda gashaan 4 sano markaa dhammayso ka ugu weyn final examka ama paper you write qoreysa waa kii aad shahaadada weyn ku qaadinaysa, waana kaugu adag weyn. Kii baan galay bisha 6-deedii baan galay, 16 waan kasoo baxna 11 maalmood oo 8 daarugna bilbaabo caawana laga baxo. Hadda bal ka waran waa kaas aadu arrintaasi ma sahlan tahay baydan u malay oo wasiirra joogaan, wasiiradii neeshiga waxyaala ka baqan la halkaasay joogaan, leanna fuuturkeeni oo dhan baa halkaa saaran, mustaqbalkeeni oo dhan baa halkaa saaran. Halkan waxaan ka kaxeeyay anigu bisha 5-teedii baan halka tegey, Addis Ababa tegey. Waxaan kaxeeyay waan dhowr iyo 30 maamulka iyo farsamayaqaanka wasaaradda maaliyadda iyo wasaaradda qorsheynta iyo central bank iyo xafiiska ra-iisul wasaaraha iyo xafiiska madaxweynaha ya, iyo baarlamaanka labada gole oo iyagana ay ka socdaan xubno wakiila ka ay ka socdaan. Intayadaas baa meeshaa tagnay 11 maalmood baan intayada beeni joognay. Waxaa nagu soo biiray wasiirka qorsheynta ee hadda anagu waa nagu joogna, iyo governorka central bank guddoomiyaha ay nagu soo biiray oo isagu iyaguna intii badnayd. Mar hadda waxa meesha rag isugu tegaya dumarka halkaa isugu tegay. Dagaalka lagu jiraa dagaal sokan maaha, it's not a party, dagaal sokan maaha, waa shaqo wey ayaa loo tegay. Marka waxa kale oo intaan la soo xiriirina dad kaloo fara badan oo halkan jooga oo aan shaqadooda ka wareysanayna, shaqadoodii IMFT soo eegayaan meel buu eegayaan. Wasiirka batroolka dhowr jeer baan la soo hadalay iyo staafkiisa ya, shaqaalihiisa, wasiirka cadaaladda iyo anti-corruption iyo arrimaha dhowr jeer baan la soo hadalay ya. Xataa markaan soo noqonay waan halkan teleconference la leeyahay IMF annaga iyo wasiiradaas oo dhan mar kale markaan kasoo noqonay halkaa ya, wasiirka kalluumaysiga iyo dad kaloo fara badan. Of course
ra'iisul wasaaraha oo mar walba isagu laynka inta badan nagula jiro dee nahagayo na hogaaminayay maaragta marka 16ka maalmood 11ka maalmood waxay ka soo baxay shalay buu soo baxay wakas ya shalay buu soo baxay idinka akhrisan doona ya waxa weeye press release-ki ka soo baxay shalay buu soo baxay bisha 27-keedii weeye waxay ka hadlayaan marka staffka xaggooda ka socday waxay 8 ruug cadaaya 8 qof oo ruug cadaaya ayaa IMF-ka socotay iyagana waxa ku soo biiray African Development Bank-ka dadka socda oo markay intooda uu ka qaataan dhibaatan iska tagayay intoodana sheegaan iyo World Bank iyaguna ku soo biireen laba arrimood bay ugu soo biireen yow mid waxa weeye deelindeymaha hay-adaha nagu leh bay ka mid yihiin inay dhageystaan IMF-tu siiqadoodu say tahay oo shaah la cabaano marka briga la tagaano dhibaatan ayaa ay wareystaan iyana iyaga laftoodu meetingkan u sheegaan waxay ka damacsanayeen Soomaaliya hadii arrintan imtixaankan haday baasaan ya marka way yimaadeen dhowr cisho may wada joogin dhowr cishay joogeen ugu mug weynaa markay joogeen iyagana waxay doonayeen inay qabtaan bay sheegeen waanay dhageysteen way socdeen marka iyaguna marka way socdeen IMF daa qof maalin walba waxay telefoon kula jiraan iyaguna Washington DC dadkooday wareysanayaan marba isku sheegayaan waxa maanta halka ka soo baxay marka waxa weeye yaa